يا سلام، ممتاز ما شاء الله، يعطيكم العافية ما شاء الله. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله من ساحات المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله تبارك الرحمن، أمطار الخير والبركة تهطل على مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لازلنا في تغطياتنا المستمرة عن الأمطار في المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله، سوق المظلات ارتفع الآن. الآن حناخذكم بجولة بإذن الله تعالى في ساحات المسجد النبوي الشريف مع هذه الأمطار، لنسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة ورحمة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد. خلونا ناخذ شمسية كده، مظلة عشان تقينا من الأمطار. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، الظاهر هنا عندهم شماسي أو شمسيات أو مظلات، سموها ما تشاءون. السوق المظلات ارتفع ما شاء الله، غالي أبسط شمسيات. هذه جميلة، هذه الشفافة. السلام عليكم، على كم الشمسية؟ 15. ويمين يسار بعشرة ريال كويسة مرة. ها أعطينا واحدة. يلا هذه اي يا شيخ، كلمة الرجال واحدة. آخر حبة، آخر حبة، مفروض بلاش ناخذها مدام آخر. يا سلام، مظلة شفافة، بوريكم اني اشتريت. ما شاء الله ما شاء الله. المشكلة انا محلق موس، فالبرد حيضرب فيني ضرب. يلا بسم الله، بتابع معكم التغطية. دخلنا ما شاء الله، خلاص ما في اعداد، اغلب المصلين والزائرين راحوا الى فنادقهم. بالله كيف خطيرة المظلات هذه، ما شاء الله ما شاء الله، جهود مباركة في تنظيف المسجد النبوي على مدار الساعة ما شاء الله شغالين. طيب أنا ما حصور كل شيء يعني، بس بصور لكم أجواء الأمطار إن شاء الله، فابقوا معنا. ما شاء الله، نحن الآن عند منطقة وادي العقيق المبارك. أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذه المنطقة فيها عديد من المعالم والأحداث وقعت في هذا المكان. هذه منطقة جبال الجموات، جماء أم خالد، جماء المكيمن، جماء تضارع، وهنا عندنا قصور عروة ابن الزبير. يعني ما شاء الله، لا يوجد موضع شبر في المدينة إلا وللحبيب صلى الله عليه وسلم له فيها قصة. هناك عندنا في هذه الجهات حيث أصور حاليا مزرعة سعيد بن زيد، الآن غير موجودة، وحصل قصة بينه. والله كنت بطير يا شيخ، أنا والمظلة. حي الله الكابتن، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. في أجمل أماكن المدينة، ما شاء الله، الوادي المبارك. يا سلام، جميل. في السابق كانوا كشتات زي ما قلنا. يا سلام، في هذا المكان يجيبوا وقت الأمطار عادة من عادة أهل المدينة، كانوا يجوا على هذا المكان يجيبوا العدس والسمك والمعدوس. الله، شيء ولا أروع. إن شاء الله ترجع لنا الذكريات، يجيب لنا دحين عدس بالله أنت كده شايف. يلا نروح على سوق الطباخة. ها شغل فاخم، أنا ما والله ما جربته، يبغالي أجربه الآن. لا كيف الوضع؟ لا يكون في زحمة الآن هنا؟ طبعا الناس كانوا يجوا هنا، لكن الآن صار في مطاعم، صار في شغل جاهز، الناس كسلت كأنه، ولا يجيبوا الوجبات يقعدوا تحت. بالله ما عاد في شغل كذا جاهز على طول. لا والله الشيبان إلى الآن محافظين يعني على هذه العادات، ولا اي والله خلاص يرجعوا الماضي. ولا يا سلام يا سلام، شوف شوف المويه ما شاء الله، القط لقطة احترافية تستاهل المتابعين. بالله ما شاء الله، بسم الله، كيف الاحتراف بالله.
بسم الله دلع متابعينك. الله شوفوا 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 شوف. السلام. تعالوا بس تعالوا زورونا زورونا تجدوا ما يسر. اي والله لا المدينة ما شاء الله المدينة في جميع حالاتها جميلة. اي والله اي والله في الصيف في الشتاء كله ما شاء الله. يا سلام مع تساقط الأمطار جميلة جدا. شوفوا سيلان وادي العقيق لسه السيل بيشتد أكثر من كذا. سيل وادي العقيق فين يجتمع؟ في مجمع الأسيال يسموه مجمع الأسيال زغابة في جهات طريق عثمان بن عفان على طريق البيضة هناك طريق الخليل في هذه الجهات. يقولوا المسيل يروح على البحر. اي طبعا هو حيمتد لكن هناك المنطقة يسمى بوادي الحمض أو وادي إضم. هذا الوادي يمشي حتى يوصل إلى الوجه. تعرف الوجه؟ خلاص هناك بعد ما يخش كذا يسار على البحر. ايوه فشايف الأمطار هذه ان شاء الله انه يوصل ولا لا يوصل. لا يوصل لا يوصل لانه ما شاء الله الامطار جاي يومين ثلاثه في المدينه ان شاء الله. والله انه ان شاء الله سنه خير يا رب مستمرين. والله نحن انا كنت في مكه في طريق مكه ما شاء الله كل الجبال خضرت ما شاء الله حتى هنا في المدينه. اي والله ان شاء الله. شوف انتم متابعينك طبعا محمادي من الواسطة. الله الله يسلمك ان شاء الله. تاخذنا زيارة رحلة رحلة تصوير وشيء اهم شيء جوالك. ما علي الجوال ضد المويه من جد ولاعة شغل. بس انا مالي ضد المويه انا. شوف باخذك الواسطة خضار كله ولا كيف؟ وادي الصفرة هناك. يا سلام حلقة كاملة يعني كم يوتيوبر انت اولهم. الله يا سلام تغطوا وما تقصروا مع الجمال بإذن الله تعالى. ومعلومات وحضر من هنا بالله. إيه عندك العلم موجود يقعد إن شاء الله الأمور طيب بإذن الله تعالى. يلا ننتقل إلى مكان آخر بسم الله. قناتي يلا بإذن الله. حسن بريك عاد معروف علم على رأسي نار. حط رابط قناتي في التعليقات أنا أحط ولاعة خلاص بإذن الله. يلا شوفكم في مكان آخر. شوفوا يا جماعة نحن الآن عند قصر عروة بن الزبير. طبعا هذه قلعة قديمة أعيد ترميمها وهذه أطلال لوادي أو عفوا أطلال لقصر عروة بن الزبير. هذه كلها تابعة للقصر يعني فين الحجارة القديمة حجارة البازلدية السوداء ما شاء الله تبارك الرحمن إلى الآن موجودة. شوفوا هناك القوس يقال أنه هذاك يعني مثل المدخل شايفين ما شاء الله. وهذه الجلسات في مدخل للداخل تدخل لداخل القصر هذا أو القلعة هذه لكن الآن مغلقة لأنه الطريق يعني بس جالسين يعيدوا صيانته. إن شاء الله إذا فتح قريبا إن شاء الله نصور لكم بإذن الله تعالى. وهنا عندنا جبال الجموات جماء المكيمن وأم خالد وكذلك جماء تضارع أو تضارع